متابعينا الافاضل، عدنا لكم من جديد من قلب ملعب نادي النادي بلدية قنيطرة، ملعب نادي القنيطري كيفما كتعرفوا معنا متابعينا الافاضل. جمهور حلاله بويس في هذه اللحظات، جمهور اللي يدير واحد الاجواء رائعه وحماسيه كيفما كتلاحظوا معنا متابعينا الافاضل، متابعين قناه شاشه القناه الشعب.
جدا كما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شرطه القناه الشعب. زكريا كيقول لنا الماتش منع شدو الماتش اخي زكريا لكن شاد لنا الجمهور هذه الملاحظات. كيف ما كتشاهدوا معنا كنتمنى جميع المتابعين انهم يبارطاجوا you
إذن كيفما كتلاحظوا معنا متابعين قناة تطبيق الشاب، نوريكم بعض اللقطات. متابعين قناة تطبيق الشعب،
كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تي في. اجواء حماسيه في ملعب نادي كونيتابي.
كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافضل ديال متابعين قناه شفت في اجواء بملعب نادي القنيطره، كيف ما كتلاحظوا معنا اجواء جمهور الكريم، كيف ما كتلاحظوا معنا من مجموعه ديال النادي ديال المجموعه ديال الشخصيات اللي حاضره اليوم وواجدين في المدينه، الناس في مدينه القنيطره كيف ما كتلاحظوا متابعين ومتابعات، لان اجواء اكثر من رائعه في هذه اللحظات. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه الجوله داخل الملعب اجواء حماسيه، إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة تلفي الكل ينتظر
ديالنا كيف ما كتلاحظوا مازال 0-0. مازال 0-0. لأن كيف ما كتلاحظوا معنا مازال 0-0. كيفما كتلاحظوا معنا اول هدف هذا اللحظه، لان جمهور فرحه هستيريه. اذن كيفما كتلاحظوا معنا انتبهوا هذا
كيف ما كتلاحظوا معايا متابعين افاضل متابعين القناه، شفتوا في القناه الشاب اجواء رائعه من بعد ما تسجل الهدف الاول. كيف ما كتلاحظوا معنا مبقاين. نقول لكم شكرا لكم على المتابعه، الى قناة في لايف اخر ان شاء الله. مبروك على النادي الكويتري، شكرا والى اللقاء.